لا حول ولا قوة، تيك توك انت باش ابنك ويطلب جوز مية الواز. وهذا فرنسا وهذا فلندر على ما اعتقد. جوز زغليل ب 25 والكبير. تعالوا يا جماعة الخير أخذكم جولة في سوق اليرموك برضو، الدجاج والزغليل والبط والأرانب والحمام وكل إشي. طبعا هاخذكم جولة مرتبة في السوق ما شاء الله. هاي هذا كسح، هاي أرانب. طبعا هاي أرانب يا جماعة جميع الأحجام والأوزان والأنواع. هذا شنشلة وهذا فرنسا وهذا فلندر على ما أعتقد. وهي كمان الدجاج البرغالي. قديش الجوز؟ الجوز ب 60 73 شيكل. جوز ب 60 شيكل برغالي. وهي هنا هجين براهمة ولا براهمة هذا؟ اه براهمة. هاي زغليل يا صاحبي 20 في بعض طلعت نكس وضلها وراها ما شاء الله. هاي الأرانب وهي البط. اليوم كل شيء موجود في السوق. هاي الحبش. هاي ديك. وهي هاد برضو هانا قفص دجاج. والله اليوم كثير في غراض في السوق. وهي البط يا اخوان اللي بقولوا عنه اسرائيلي. هاي هادو بكم الجوز؟ جوز بكم؟ جوز ب9. هاي كمان المسكوب والبلدي يا اخوان. هاي في جاج. قديش طلاقي هدول؟ قديش الجوز؟ جوز 35 يا جماعة طلاقي. بس انتم بتاخذون بقال. هاي الوز يا جماعة. هاي ذكر وهي أنثى. قديش الجوز؟ الجوز ب100. جوز ب100 الوز. هاي البط المسكوب ما شاء الله. قديش الجوز؟ الجوز بكم؟ جوز ب70. جوز ب70 وهو لسه صغير هالقد. كيف لما يكبر بصير أغلى. هاي كمان هنا في نتايا وكتكوت. هاي طلاقي بكم الطلاقي هدول؟ 40 ب40 يا جماعة. هاي البط والصيد. هاي الصصار جاء ولا بيك؟ يلا امسك. قديش الصصار؟ هذا اليوم على الكاميرا. هاي الجوز ب11 يا جماعة. راح اوديهم على الكاميرا وبستناكم على الكاميرا. كمان كمية من البط والحبش. هاي هنا في دجاج وديوك. والله اليوم مليان السوق. هاي أرانب. هاي أرانب. تعرف هذول يا جماعة الصصان أبو الخمسة بشيك. هاي برضو جايين على السوق يبعوه. شوفوا شوفوا الحاجات الحلوة. تعرف هذا إيش؟ هذا فرخ الفر أو صغير الفر. طبعا هاي الفر هو كبير وهذا هو صغير. هاي هو كبير. هاي ذكر 4 كيلو طالبين فيه 60 70 شيك. والله العظيم هذا علي فضل. هاي كمان بط. بكم الجوز؟ الجوز بكم؟ 100. جوز بط ب100 وب120. اليوم السوق نار. هاي كمان حبش. هاي كمان بط. الحين حندخل على سوق الحمام. بس هاي في انا ارانب وهاي في بط. يا عين على الزغليل. بكم الزغليل؟ اصغر جوز زغليل ب25. والكبير؟ الكبير ب40 يا جماعه. 40 شيك. هاي كمان زغليل. بكم هذول؟ ب40 يا ولدي. نار سعرهم الزغليل. هاي كمان ديك رقابي.
قديش حقه هذا الديل؟ حقه 25. 25 شيكل. خلينا اخذكم على سوق الحمام. هذا قلاب؟ هي الحمام يا جماعة، أنواع وأسعار وكل شيء. سلام عليك. هيات الحاجات الحلوة ما شاء الله ما شاء الله. هاي فيان برضو كمان حمام وزغلية. هاي سوسان بشر باط او باط ب 18 وصل عليه 15. هاي برضو ايش حمام. هاي في حمام هنا تحتيه بيت. جيب لي اياهم. فيش هذا تحتيه انا كمان. هاي برضو تحتيه زغليل. وها هاي كمان هذا بط وجاج وحمام وكل شيء. ما شاء الله اليوم كتير كتير في حشاء. في هنا واحد ببيع حمام من الحلو، خلينا افرجيكم اياه. ايش فيك يا راجل بالفلوس؟ لا حول ولا قناة تيك توك انت. هاي هنا كمان حمام بزور وحمام بلدي وحمام كريم، حمام انواع. هاي هنا برضو جوز فراخ، قديش حقه؟ جوز 40. والباط؟ 80. الجوز ب 80؟ ذكر وانتهى ب 80. هاي حمام كمان. هاي كمان حماماتي. طيب عشان نشوف حالها على النت. هاي ديك ما شاء الله، هذا البرغالي، دجاج البرغالي. قديش حق الجوز؟ 60 شيكل. والدين؟ ما شاء الله 70 شيكل يا جماعة. هاي كمان عندنا حمام هنا أشكال وأنواع. هاي كمان حمام يا جماعة كرير. هاي كمان أنواع حمام تاني. هذا حمام الهنديان بيقولوا عنه. هذا البكت الحمام. هيك احنا بنكون يا جماعة خلصنا جولتنا في سوق الحمام والشاش والبط. فلو عجبكم تنسوش اللايك والشير وكل الحب لحضراتكم، وتحياتنا للجميع. السلام عليكم يا أبطال.